الراجل ده بيقول لو انت جبت كيس فاضي ونفخت فيه وقفلته كويس وحطيته في الفريزر لمدة 24 ساعة هترجع تلاقي الهواء اللي انت نفخته في الكيس ده اتجمد. فانتوا متخيلين اصلا ازاي ان انا انفخ في كيس واحطه في الفريزر فالهواء اللي انا نفخته ده يتجمد اصلا؟ انا قلت لازم اجرب التجربة دي دلوقتي، فجبت كيس فاضي وهنفخه واقفله جامد. شغل العيال الصغيرة دي مش عارف والله. انا اتوقع اصلا من قبل ما تبدا ان التجربه دي مش هتنجح، لان علميا اصلا مفيش كده، مفيش ان انا انفخ في علميا ما ينفعش يا جدعان اصلا يعني. بس احنا ايه، هنمشي ورا الراجل اللي قال ان هي تنفع وجربها قدامنا ونشوف. احنا كده هو قفلناه كويس جدا، هنحطه بقى دلوقتي في الفريزر ونشوف بعد 24 ساعه هيبقى شكله هيبقى عامل ازاي. اكتبوا لي تحت في الكومنت تتوقعوا ايه قبل ما اروح احطه. انا بقول ان انا اتوقع ان هو مش هيكون متلج، يعني هيكون كيس عادي، ولكن نشوف وهنعمل التجربة زي ما هو قال بالظبط ونشوف التجربة هتمشي معانا لحد فين. يلا بينا. لا 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 لا، انا عايز اقول لك لما جيت فتحت اصلا الفريزر عشان اشوف يعني هي عملت ولا لا، وانا عارف ان هي مليون في المية مش هيحصل كده، لقيتها اتعملت بعد 24 ساعة ومش مصدق نفسي. انت متخيل الهوا اللي انت بتنفخه ممكن تحطه في الفريزر؟ واكيد مش هتستنشقه تاني يعني، بس تجربة نجحت يا جدعان، حوار جامد قوي. اول تجربه تنجح معايا اصلا يعني، انا كل التجارب اللي كنت بجربها قبل كده ما نجحتش، والوحيده اللي قلت اللي هي مش هتنجح نجحت. انا مش مصدق، مش مصدق والله العظيم. الهوا اللي احنا نفخناه وحطيناه في الفريزر اتجمد، اتجمد. هل بقى لما يعني خلاص بقى الـ يعني درجه الحراره القليله دي بقى تعلى تاني وتبقى طبيعيه، هل هيرجع بقى هوا تاني بقى ولا ميه ولا ايه؟ مش عارف يعني، عايزين نشوف الحوار ده. ولكن التجربه نجحت 100%. بس كده التجربه دي كده نجحت، بروح اجربها هتلاقيها نفعت معاك وشايف في كل مكان، لاك في كل مكان. بقول لك ايه، تعالى هنا، تصدقت بجد فعلا نجحت؟ الكيس اهو اللي احنا حطيناه مفيش اي حاجه حصلت فيه، ودي ميه حاطط في كيس ميه واتجمدت. خليش اي حد يضحك عليك على اليوتيوب او الفيسبوك او على اي منصه يعني، لان بالعقل كده مفيش حد كده هيحط هوا في كيس ويحطه في فريزر فالهواء يتجمد. بالعقل شويه، فكر بعقلك قبل ما تتفرج. الهدف من التجربه دي والهدف من الكلام اللي انا قلته النهارده ان انت ما تخليش اي حد يضحك عليك في السوشيال ميديا. انا بحاول اجرب التجارب بالظبط واقول لك هل فعلا هي نجحت ولا ما نجحتش، وانا عارف اصلا من جوه ان هي مش هتنجح. بس عشان اثبت لك ده، الكيس اهو اللي انا حطيته في الفريزر هواء زي ما هو عادي خالص، وده كيس ميه بس كده. ما تخليش حد يضحك عليك تاني، شير بقى في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت، او ممكن يكون احنا اصلا وصلنا لها. ولكن لما نيجي نوصل ل 100,000 هنعمل اكبر جيف اواي في مصر، انتظروا الجيف اواي دي. بس نوصل احنا بس ل 100,000، وقناه اليوتيوب روح كده اشترك كده فيها، وقولوا لي تحت كده لو احنا عايزين نكمل في سلسله الجيمنج، عشان احنا عندنا قناه جيمنج على اليوتيوب لو عايزين نرجع كده فيها تاني، حتى لو هنعمل مثلا فيديو كل اسبوع لفيفا بقى والكلام ده. اكتبوا لي تحت برده في الكومنت ونبدا نشوف الحوار ده ونشوف هنعمله ازاي كده وايه وهنصور ايه هناك. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.